على راديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إيه درجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست، دي اتسوقت دي اتطلقت ودي في أوروبا روقت، وده اشترى وده افترى وده غاوي فشر وفشخرة، وده هو بطل الاستمثال، شهر جاز وشهر باظ. بالرغم من إني يا شهر جاز تعبان وجسمي حالل عليا وهمدان، لكن برضو يا قطقوطة مش هقدر انام قبل ما اسمع منك الحدوتة. من عينيا يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني ايها الملك اللي جسمه مكسر وشكله تعبان ومتأثر، هحكي لك قصة لو اتكتبت بالإبر على اماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. احكي بسرعة وهات الخبر. كان يا مكان في أحد البلدان الراجل اللي اسمه علاء، جوز الولية الغلبانة اللي اسمها نجلاء، كان قاعد عاطل من غير شغلانة، مفلس يا مولاي وحالته كحيانة، وبالرغم إن علاء ما كملش تعليم وكان جاهل ومخه محتاج ترميم، لكن لقى شغلانة في أحد القنوات يبقى خبير ويعمل مداخلات، ولو اديتني يا مولاي منديل الأمان هحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. يا عيني عليك يا عيلي، كل يوم تنزل من صباحية ربنا وتقعد تلف وتبرم وتبرم وتلف علشان تلاقي شغل، وبردك مفيش فايدة، زي ما يكون أصحاب الشركات بيحاربوك في السوق يا عيلي. يا فرج الله، ده بينه هو، يا ريتني كنت افتكرت مليون جنيه، ايه اللي اخرك كده يا عيلي؟ اللي اخرني المستقبل يا نجلاء، اللي اخرني المستقبل، كنت بوقع على عقود العمل الجديدة يا نجلاء وكل اللي لجني هياخده. فرحني الله يفرح قلبك، ومين ابن الحلال اللي جاب لك الشغل ده؟ الواد زازر قهوجي، وده هيشغلك معاه ان شاء الله يا عيلي. يا نجلاء انا ما قلتش هشتغل معاه في القهوة. اي نعم انا هشتغل من القهوة، لكن انا مش شغال في القهوة. انت اخدت ضربة شمس في نفوخك من اللف خلتك تخرف يا عيلي. يا ست فهمين، الواد زازا كلم لي معارفه في قناة الحقيقة الفضائية عشان اشتغل معاهم في البرنامج. ايه ده؟ هيشغلوكم مذيع يا عيلي؟ صبرتي ونولتي يا نجلاء. مذيع ايه بس يا نجلاء، ده منظر مذيع برضو. انا هشتغل فني مداخلات هوائية، اتصل بالبرنامج وكأني مش معاهم واديها بقى. طيب وانت بتفهم في ايه يا عيلاء بس علشان تعمل مداخلات؟ ده انت عبيط. انا بعون الله يا نجلاء خبير استراتيجي، خبير امني، خبير جغرافي، خبير قروي، ناشط سياسي، وفي اوقات الفراغ بمسك المنافستو لاصحاب المهمين وهم بيلعبوا دومانو. والنبي يا اخويا بقيت تتكلم زيهم. يسعدك يا هناك يا نجلاء. يا نجلاء يا نجلاء، انا وبيلا فخر، ابا الحاج خرجني من تاني اعدادي علشان يشغلني فران، انا عصام يا نجلاء، بنيت نفسي بنفسي واخدت موقف من المنظومة التعليمية في البلاد، فمرضتش اتعلم خالص يا نجلاء، انما اللي مزعلني وحاطط في نفسيتي قوي اني ما معيش شهادات، صدليتي مضليتي وبيلا فخر. طب وهم اللي اخدوا شهادات عملوا بيها ايه يا عيلي؟ ركز انت كده في الشغلانة الجديدة وما تخافش، ها عايزين نسدد ديوننا بقى ونقب على وش الدنيا يا عيلي. دي كانت فترة وحشة قوي وربنا ما يرجعها ايام، ده انا كنت بخاف ابص من الشرفة لديانا يخطفوني، بس خلاص خلاص يا نجلاء كل اللي ليجني هياخده، واول مداخلة هعملها يا نجلاء هعمل فيها خبير كروي. خبير كروي ايه يا عيلاء؟ ده انت عندك فلات فوت منذ نعومة اظافرك، ده انت عمرك ما لمست الكرة يا عيلاء. ده انا الكرة يا نجلاء، انا قدمت اقتراحات لاتحاد الكرة لتغيير وتطوير قوانين اللعبة، اهمها على الاطلاق ان تكون التغييرات 5، 3 معلنين و2 في الخباثة، وده منعا طبعا للإثارة، وسميت الخطة اصحوا ليغفلونا،
ولسه نجلاء لسه لازم اعمل انتشار على صفحتي في الفيسبوك. ايه ده يا علي، انت عندك صفحه على الفيسبوك واسمها ايه الصفحه دي؟ انت ما قلتليش. رغم ان السؤال ده مش مطمني كده يا نجلاء وجايب لي كرشه نفس، لكن اسم الصفحه ابو مودي والدلع دودي. هو انت يا راجل يا متصابي يا اهوج يا قرعن يا قليل الادب، انا كنت عارفه ان تتنحتك في الموبايل طول الليل دي فيها ان يا علي. كده الصفحه اتضربت. هو انت دخلت على الصفحة يا نجلاء؟ ايوة يا عيلي، انا الخدامة رقم 6 يا عنيا، والنعمة ما نسيبك قبل ما فقفق لك وشك يا عيلي. يا نهار ازرق، اهدى يا نجلاء يا وليدي، حرام عليك. قعد دماغي يا ناس. قعد نجلاء، عيني يا عالم، قعد خدودي يا خل. نجلاء يا حميني بقى، قعد يا نجلاء، لا قعد. وكل يوم يطلع لنا خبير من دول يفضل في التلفزيون يفتي ويقول، مرة يفتي في السياسة، ومرة في الفن والأمور الحساسة، وبالمرة يتكلم في الكورة، وفي التعليم بيدي المشورة. هما فاكرين الشعب واكل تطورة؟ لازم القنوات اللي بتعمل كده تتحاسب. ده اللي بيجي لبنته عريس بيسأل عليه قبل ما يناسب. هي الحكاية ليه كده سايبة؟ مدام الرقابة عنهم غايبة، عادي بقى يا مولايا، دي أرزاق ومقسمها الخلاق. ده أنا هعمل في راسك أنفاق. ولا مسرور، أنت زفت اللي اسمك مسرور، أنت فين يا سياف الزفت؟ نهارك أزرق يا شهرباز، شكلك ناوي تتغاب. أيوة هتغاب يا شهرجاز، والمصحف لا تغاب. ولا مسرور حلق معايا، ولا امسك يا مسرور، أنت من هنا وأنا من هنا. ولا اوعى يا سياف الكلب. الله، اعقل بقى يا شهرباز، مش كده، انا تعبتش يا راجل من الجري. وانت يا مسرور، يا رب امك تعيش وتاكل قراقيش. والنبي يا مولايا، ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوة امك. قشطة جدا، اديك بيدا. راح بك من ايدي دي، روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.